سلام اخواتي، مرحبا بكم معايا من مطبخي، مطبخ وتدابير ام ميساء. ان شاء الله نلقاكم كاع بخير وعلى خير، ونقولكم كل عام وانتم بخير، عيد سعيد وعقوبة العام الجاي ان شاء الله. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم درنا بعض التحضيرات، شاركت الاخوات يعني هذه التحضيرات كاع البيوت الجزائريه كاع ديرها، وكل واحد والعادة تاعه. انا درت لكم بعض اللقطات من يومي اللي فوتته، روتيني اليومي تاع نهار العيد، ان شاء الله يعجبكم. ونخليكم راكم عارفين باللي اول حاجه نحضروها اللي هي كيما نقولوا حنا القهوه تاع الذباح. هذه هنايا عندي عاده مع الصباح ان نوجد الحلويات، ودائما نقول لكم باللي انا في عيد الاضحى ندير غير لي غاتو سيك، ما نديرش حلويات الاخرين. وراكم عارفين السفه وهذا الصوالح، كل واحد والعاده تاعه. ان شاء الله يكونيكم في التعليقات ويعجبكم الروتين تاعي تاع نهار اليوم، ونخليكم مع الروتين ونقولكم عقوبه العام الجاي ان شاء الله. بالبشرة بعض الأخبار المنتظرة، أبشر وعد العيد، أبشر وعد العيد، وعدت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني ونفعل